في لقاء لي مفتوح مع فضيلة الأستاذ محمد شفيق في 20 مايو سنة 2002، سألته فيه عن مواضيع شتى وقضايا متنوعة، وكان من ضمن ما سألته عنه هو مفهومه الشخصي عن الثقافة، فكان جوابه مفهوم الثقافة في ذهني هو المفهوم الأنثروبولوجي، يعني المفهوم العام، لا المفهوم الأدبي والشعري، المفهوم العام للثقافة أي كل ما هو غير مادي وهو من الرموز ومن التصرفات ومن العادات ومن التقاليد ومن الآراء إلى آخره. ماذا عن الثقافة الأمازيغية؟ الثقافة الأمازيغية من قوتها أنها صمدت أمام الثقافات الكبرى كلها ولا تزال حية، وهي ثقافة مفتوحة، ليست ثقافة منغلقة على نفسها، ثقافة مفتوحة. حينما تلاحظ أن هناك ثقافة أخرى أقى منها لسبب من الأسباب، فهي تتفتح عليها وتأخذ منها، حتى اللغة مثلا. ولهذا نجد أن الأمازيغيين تقريبا كانوا لابد أن يوجد منهم من يتقن اللغات، اللغات الحضارية في أي عصر من العصور، كان من أتقن اليونانية ومن أتقن اللاتينية ومن أتقن العربية ومن أتقن الفرنسية. وكان من ضمن ما سألته عنه هو مجهوده الشخصي في خدمة الثقافة الأمازيغية وكتابته للمعجم العربي الأمازيغي الذي قضى فيه زهاء 24 سنة. قلت لك أن قضية المعجم ترجع إلى اهتمامي بالثقافة الأمازيغية بصفة عامة في أوائل الستينات، حينما لاحظت أن الدولة غير مهتمة بالثقافة الأمازيغية وهي تهملها وتحتقرها وربما. فكتبت في أوائل الستينات بعض المقالات بعنوان عام، اسمه عنوان، هذا العنوان هو التراث المجهول. وهذه المقالات صدرت في مجلة الكتاب المغاربة، هذه المجلة اسمها آفاق في ذلك الوقت. صدرت 4 مقالات أو 5 مقالات أو 6 مقالات في الموضوع. ثم بعد ذلك بسنوات أخذت أفكر في هذه الثقافة الأمازيغية، ولاحظ أنها في سبيل الاندثار، يعني في سبيل الزوال. وفي أوائل السبعينات أخذت أفكر في جمع الكلمات الأمازيغية، في جمع المفردات الأمازيغية لأضعها في قاموس معين. وفي سنة 73 بالضبط شرعت في تدوين المعجم، بحيث صدر الجزء الأول صدر سنة 90، وصدر الجزء الثاني سنة 96، وصدر الجزء الثالث سنة 2000 أعتقد 2000. وهذا هو العمل، وكنت أعمل بمعدل في الأول، لأنني كنت أشتغل في المدرسة كأستاذ وكمدير المدرسة، كنت أشتغل بمعدل في موضوع الأمازيغية بمعدل 2 ساعة في اليوم. ولكن حينما تقاعدت، كنت أعمل بمعدل 6 ساعات في اليوم في موضوع الأمازيغية. سألته عن الحوافز التي دفعته لبذل المجهود الذي يبذله. آخرين يعتقدون أن الأمازيغ ليس لهم ثقافة، ليس لهم كلام، ليس لهم، يعني هذا دافع نفساني، يعني كان يدفعني للبرهنة على شيء فقط، على واقع. الأستاذ محمد شفيق من مواليد منتصف العشرينيات، بآية ساد على الطريق الرئيسية التي تربط شرق المغرب بغربه
وكذلك شماله بجنوبه في أحواز مدينة فاس بمقربة من ألمع وأعتق الحواضر المغربية في إطار اجتماعي وإيكولوجي مفعم بالتنوع الثقافي والتداخل اللغوي. سألت عن المخطفات الرئيسية في حياته والتي شكلت شفيق اليوم، فتحدث عن أثر عمه فيه. فحرص على أن يرسلني إلى هذه المدرسة، وصار من بعد يلح علي في أن أجتهد في هذه المدرسة، وكان يقول لي دائما ويكرر هذا الكلام: نحن النازغين نحن رجال حرب، والحرب في هذا الزمان تكون بالتعليم، تكون بالعلم، فلا بد أن تتعلم. كان يكرر هذا ما أتذكر نوع من الأزمة تقريبا فكرية، لأن أحد زملائي في الدراسة في هذا القسم، كنت في 11، ذكر الجن في حديث من أحاديثه، قال لجنون بالفرنسية. فحاول هذا المعلم أن يشرح لنا أنه لا وجود للجن، فصدمنا، فقلت حائرا، لأنني أسمع جدتي تقول تتكلم دائما عن الجن، أمي تتكلم دائما عن الجن، وناس وناس آخرين يتكلمون عن الجن دائما، فكيف هذا يقول لا وجود للجن؟ بمن ينبغي أن أثق؟ بأمي وجدتي وبني جلدتي، أو بهذا النصراني المستعمر الكافر؟ حرت. فجاءت عطلة الصيف وأنا حائر، وكنت أسمع من الناس في المنطقة عندنا أن من زار روضة من رياض الروضة هنا في المغرب، يعني مقبرة فيها سيد من السادة، مرابط أو سيد من السادة، من زارها ليلا تأخذه الجن وتكبسه كبسا، وقل من يفلت. وكانت هذه الروضة توجد بين دار عمي ودار أبي، بينهما 5 كيلومترات تقريبا. فخطر لي في يوم من الأيام، أيام الصيف، أن أزور ليلا هذه المقبرة حتى أتحقق من هو على صواب. فانتظرت ساعة المغرب وانطلقت من بيت عمي لأذهب إلى بيت أبي. فوصلت إلى هذه الروضة، إلى هذا المبنى، هذا الذي يقال إنه قبر لسيد من السادة الأولياء، ولي من الأولياء. وكان يقال أن من انحنى ليلا على جدار هذا المبنى يقتله. فوصلت قد أظلم الليل إلى هذه المبنى، واقتربت منه وأنا أتعب، ثم تشجعت وانحنيت على جدار هذا المبنى، ثم رفعت رأسي بسرعة خوفا من أن يقتلني الجن، ثم أعدت نفس الحركة فلم يحدث شيء، وأعدتها المرة الثالثة لم يحدث شيء، الرابعة لم يحدث شيء، وانصرفت وأنا أرتعد. ولكن صرت أفكر، فتيقنت لتقريبا 80% أن معلمنا الفرنسي هو الذي على الصواب. أتذكر مدير المدرسة، كان مديرا لهذه المدرسة لمدة 4 سنوات. هذا الرجل
يمكن أن أقول إنه كان مربيا لكل معنى الكلمة، لا يكتفي بما في البرامج لتطبيقها، ولكن كلما لاحظ شيئا في سلوك الطلبة، في سلوك التلاميذ غير معقول، فهو ينبه بالتي هي أحسن لهذا. هذا الرجل مثلا في يوم من الأيام اجتمع بعض الطلبة الكبار البالغين سن 20 أو أكثر، اجتمعوا أمام مبنى المدرسة، وكان من الجهة الأخرى للطريق كان توجد مستشفى، وكانت المومسات أي بغايا القرية اللواتي يعني يسكن المأخور الرسمي يعني في ذلك العهد، كانت هناك مواخر مقبولة يعني يزورنا هذا المستشفى للفحص الأسبوعي، كان مفروض عليهم أن يفحصنا أسبوعيا، فصار هؤلاء الطلبة يسبون هذه البغايا باعتبار أنهن بغايا إلى آخره إلى آخره، فسمعهم المدير، فطلب منا أن نجتمع في مكان معين، فاجتمعنا جميعا، فنادى ببعض هؤلاء على الطلبة، فاجتمعنا جميعا، فقال لماذا تسبون أولئك النساء؟ فقال أحدهم سيد المدير لسنا إلا بغايا لا يستحقنا إلا لسبب خير. فقال هذا الرجل هل فكرتم جيدا في الموضوع؟ فسكت الجميع. هل فكرتم وأقعد السؤال هل فكرتم جيدا في الموضوع؟ فسكت الجميع. فقال ومن السبب في أوضاعهم؟ هل بحثتم في الأسباب؟ ألا تعتقدون أن المجتمع هو المسؤول من أولئك النساء من مات عنها أبوها وأمها وليس لها من وسائل اكتساب قوتها إلا ذلك، هي غير مسؤولة، منهن من لم تعد تطق معاشرة زوجها لأنه يضربها ويعذبها ففرت منه وتعاطت هذه المهنة، ومنهن إذن فكروا جيدا. حاكم المجتمع من بعد أزرو عند مدرسة أزرو انتقلت إلى ثانوية هنا في الرباط، وشاركت في أحداث 44 عند المطالبة بالاستقلال، عند صدور ما يسمى بوثيقة المطالبة بالاستقلال، وشاركت في المظاهرات إلى آخره، وكان هذا الوزير الأول في ذلك الوقت يسبقني بسنة واحدة في الدراسة، يعني كان هو في قسم أخير من البكالوريا وأنا في القسم الذي بعده، وشاركنا في هذه المظاهرة وطردنا من المدرسة طردا نهائيا، ووضعت أسماؤنا في قائمة، وضعها الفرنسيون في قائمة للطلبة المغاربة للشبان المغاربة الذين تمنع عليهم متابعة الدراسة في المدارس الفرنسية، وتمنع عليهم كذلك دخول الوظيفة العمومية، وهكذا صرت يعني عاطلا لمدة معينة، ثم بفضل هذا الرجل الذي ذكرت اسمه يعني هذا المدير صار مفتشا للتعليم في نواحي مكناس، فاتجهت إليه فحكى
حكيت قصتي بعد سنتين قال سأحاول أن أدخلك كمعلم في التعليم، سأتجاهل القائمة كأنني لم أرها وأرسلك إلى قرية معينة في الأطلس لتكون معلما هناك. فأرسلني ولن تعد لك أجرة لمدة شهور حتى ترسخ أقدامك. وكان هذا فأرسلني إلى مدينة ميدلت ومكثت بدون أجرة لمدة 6 شهور، ثم أرسل ملفي ملف التوظيف أرسله إلى الرباط بعد 6 شهور فرد إليه، قالوا هذا في القائمة المعلومة. فرد إليه الملف قال لم أرى، أنا لم أرى هذه القائمة، مع أنه أراها لم أرى هذه القائمة، والآن فات الأول، لأن هذا الشاب مارس العمل لمدة 6 أشهر ويصعب أن أطرده. والسكان آباء التلاميذ راضون عن عمله، ومدير المدرسة مديرة فرنسية كانت راضية عن عمله. أنا لا أعتقد أنه من المعقول أن يطرد. وهكذا دخلت التعليم من هذا الباب الضيق. ثم بطبيعة الحال حاولت أن أرقى، أن أرقى في درجات التدريس إلى آخره، شيئا فشيئا، وهكذا في شق الأنفس. كنا في ثانوية زرو وفي ثانوية الرباط كذلك كنا نتلقى نوعا من دروس الوطنية المغربية، ومن الأشياء التي كانت تدرج فيما يقال لنا نوع من معاداة كل ما هو تقاليد أمازيغية، لأنه رسخ في أذهان الوطنيين في الرباط وفاس وسلا بالخصوص أن ما سمي بالظهير البربري كأن إمازيغن هم المسؤولون عنه، بينما هذا الظهير معروف يعني طويل الحديث بشأنه. وكنت أعتقد عن حسن نية أن التقاليد الأمازيغية وأن القانون الأمازيغي المعروف بأزرف إلى آخره هذا ينبغي أن نتخلص منه حتى نتخلص من الاستعمار. فرسخ هذا في ذهني إلى يوم من أيام سنة 46 أو 47 كنت معلما في هذه القرية أمازيغية، وكان هناك رجل مترجم من أصل سلاوي من هنا يترجم من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية. وكان هناك في هذه القرية كانت هناك محكمة عرفية أمازيغية تحكم بأحكام أزرف هو القانون الأمازيغي. فحينما نزلت بهذه القرية استدعاني لعشاء هذا الترجمان السلاوي، فحضرت هذا العشاء في بيته، وحضر نفس العشاء شيخ وقور أمازيغي من هذه القرية هو رئيس محكمة العرفية. فصار الحديث بينهما وبين الجماعة، خاصة بين الرجلين، كنا 6 أو 7 في العشاء، صار يدور حول القانون الأمازيغي العرفي الأمازيغي أزرف بالمقارنة مع الشريعة الإسلامية. وأنا أنصت لأنني شاب صغير في عمري 20-21 سنة، أنصت وهما يتكلمان. فقال الترجمان السلاوي يعني المديني العربي، هو عربي، قال يا فلان، هذا رجل الأمازيغي الشيخ الأمازيغي يسمى أوسي حماد، أوسي حماد يا
ينبغي لكم أن تتخلصوا من هذه الأحكام العرفية الأمازيغية وأن تتمسكوا بالشريعة الإسلامية بالمرة إلى آخره. فقال هذا الرجل لهذه أول مرة انتبهت إلى أهمية الثقافة الأمازيغية بالمفهوم الشمولي لكلمة ثقافة. قال هذا الرجل: يا فلان، يا السي البشير، لأن ذلك الرجل اسمه البشير عواد، السي البشير، نحن، قالها بالدارجة المغربية فيها لكنة أمازيغية، السي البشير، نحن نطبق الشريعة الإسلامية، لكن نطبقها بالعقل. قال: كيف تطبقون الشريعة الإسلامية بعقل؟ بكيفية معقولة؟ كيف هذا؟ مثلا، قال: مثلا عندنا في العرف في الأعراف الأمازيغية، إذا فقأ رجل في الشريعة الإسلامية، إذا فقأ رجل عين رجل آخر فيكون بين اثنتين، فإن قبل الذي فقئت عينه الدية، دية العين، فذاك، ولكن إن لم يقبل تقضي الشريعة بأن تفقأ عين المسؤول الجاني. قال: نعم، هذه هي الشريعة الإسلامية. قال: نحن أعرافنا لا تقبل هذا. قال: ولماذا؟ قال: لأننا عوض أن يكون لنا رجل واحد أعور يصبح عندنا في القبيلة رجلان أعوران. قال: عجبا، هناك انتبهت جيدا. فأضاف ذلك الرجل، وهو واثق بنفسه، فأضاف: وأضيف شيئا آخر. قال: ماذا؟ نحن لا نحكم بالإعدام. كيف لا تحكمون بالإعدام؟ حتى القاتل لا تحكمون عليه بالإعدام؟ لا نحكم عليه بالإعدام. ولماذا؟ قال: ننفيه لمدة 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، حتى يتعظ ويتعقل، وإن تعقل تربحه القبيلة ويرجع إلى القبيلة بعد العنات الطويل. إذن كأن الأعراف الأمازيغية ألغت العقاب بالموت بالإعدام قبل الأوروبيين. فرسخ هذا بذهني وصرت أدرس هذه الأعراف الأمازيغية، صرت أدرسها في عمق الإعلام، هذه الثقافة الأمازيغية، لأن هذا جزء من الثقافة، وهي الثقافة القانونية. فعثرت على أشياء يعني فاجأتني. في الأطلس قبل مجيء الفرنسيين، في الأطلس، والأطلس توجد فيه جداول وأنهار بغزارة، لا بد أن في كل قرية جدول من جداول الماء، ولا بد أنه توجد في كل قرية طاحونة مائية تتحرك بقوة الماء الجاري. هذه الطاحونة دائما تكون طاحونة جماعية للجماعة كلها، وكل من أراد أن يطحن كمية معينة من القمح أو من الشعير أو من الذرة يذهب بهذه الكمية إلى الطاحونة، وهناك طحان هو المسؤول عنها، فيطحن له هذه الكمية، ثم يأخذ من هذه الكمية عشرها ويضعه في جرة من الجرار الموضوعة في الطاحونة، وهكذا يعامل الجميع. وفي الليل
يترك باب الطاحونة مفتوحا، يعني لا يغلق بالمفتاح حتى يحضر من الفقراء من بالليل لا يراه أحد، حتى يحضر بالليل يأخذ من الدقيق فيها من هذه الجرة ما يكفيه دون أن يراه أحد وأن يعلم أحد أنه يأخذ من دقيق الجماعة. يعني طريقة إنسانية لمساعدة الفقير دون احتقاره، دون أن يشعر هو نفسه أنه فقير، دون أن يشعر أنه محتقر. هذه ظاهرة مراعاة عواطف الإنسان مشاعرة.